السلام عليكم أعزائنا مشاهدي شوف تي في مباشرة من إقليم زرادة مدينة عين بني مطهر. كنت واجدوا مع واحد الساكنة متضررين من واحد الموضوع اللي مهم جدا، واحد المشكل ديال جماعة ديال عين بني مطهر اللي المشكل ديال مجموعة ديال الأراضي. اليوم غادي يعاود لنا شنو واقع إن شاء الله باش نعرفوا. الأخ ممكن تعرفنا بنفسك وتقول لنا شنو المشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية كنشكروا الإذاعة الإلكترونية على شوف تي في، شوف تي في، كنشكروا الإذاعة الإلكترونية شوف تي في للاستضافة ديالها. أولا نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء عن الوطن ديالنا الحبيب، ويرحم جميع الأموات وإن شاء الله بالشفاء العاجل كل مصاب. اولا محمد مديزه من جماعه عين بني مطهر اقليم جراده جهه الشرق. المشكل اللي كاين، المشكل القائم هو على مجموعه من واحد البقعه الفارغه اللي كاينه بواحد مجموعه من الاحياء، ثلاثه ديال الاحياء، يعني كيف كاين الحي نتاع الزيالي وبدر واولاد الغازي. المشكل القائم وهو تفويت هذه البقع لغير مستغلها من طرف الجماعه الحضاريه جماعه عين بني مطهر، مجموعه ديال واحد الناس اللي كانوا ضمن اللائحه اللي كانت تعلقت في دار الثقافه. كانت لائحه تعلقت مع تسليم تقويمي، اللوائح اللي كانوا الاسماء غريبه، يعني فيهم اللي كانوا فعلا كيستغلوا هذه البقع، وفيهم اللي يعني لا علاقه لهم بالبقع، ومن جماعات اخرى ومن دوائر من احياء اخرى استفدوا في الحي اللي هو بدر. يعني كحينا كنهضروا على الحي ديالنا كمتضررين حي بدر. المشكل اللي كاين، وهو عدم استجابة الرئيس لا النداءات ولا الشكايات ولا الطعون، لأن منين تعلق تصميم تقويمي مع لوائح، اللوائح كانوا فيهم ما كانوا مدروجين، يعني كما نقولوا البنايات القائمة، ورغم مع البنايات القائمة داروا البقع الفارغة، يعني داروا لائحة واحدة، يعني ماشي مجلس الجماعي جا ودار البنايات القائمة بلوائح بوحدها ودار البقع الفارغة بلوائح بوحدها، هو دار مدرجهم كاملين كناش تحملات واحد وفي لوائح واحده، يعني مما كيتعد واحد التحايل على القانون. حنا رحنا مع الجماعه وقلناها قبل، حنا مع التسويه العقاريه ومع التحفيظ ديال الاحياء، ولكن يعني الطريقه اللي كيتعطاو بها هادو كيسبوا واحد الصراعات مواطن مع مواطن، لان يعني البقعه ملي كتجي كتلقى فيها ثلاثه ديال الاشخاص، كتلقى الشخص اللي هو كان يستغلها، وتلقى الشخص اللي عطاه المجلس البلدي السابق، وتلقى الشخص اللي عطاه المجلس البلدي الحالي، يعني كصراع، يعني كيف كنقولوا يعني ما كاينش حتى لمن دير طعن او لمن دير شكايه او لمن، يعني البقعه بقاو فيها ثلاثه ديال الاشخاص، مما غادي يكون واحد الصراع يعني بين المواطنين. البقعه الفارغه كيف ما قلنا كاين واحد الاستجابه ديال الرئيس ما كايناش، كاين يعني كما نقولوا غلق باب الحوار، يعني كرئيس وكمجلس بلدي وكأعضاء اللي مصوت عليهم ساكنة مصوتين عليهم، يعني هم راهم يعني ولاد البلاد، حنا مصوتين عليهم، يعني ما كاينش حتى واحد الحوار، يعني لا الأعضاء ولا الرئيس ما شرحوا لنا حتى الطريقة كيفاش استافدوا هاد الناس، ولا الصيغة اللي استافدوا بها هاد الناس، ولا المعيار اللي استافدوا بها هاد الناس. هاد الناس هما كيقولوا حنا في نقاشات معهم في حوارات معهم كيفاش استفدتوا من هاد البقع، هما كيقولوا ودي حنا هاد البقع ما كناش كنستغلوهم وما شريناهم وما كانت عندنا بهم حتى ارتباط. حنا هاد البقع مشينا درنا واحد الطلب في المجلس البلدي الحالي ودفعنا واحد الطلب، والسيد رئيس المجلس البلدي حط هاد الناس هادو. حنا كنا كما نقولوا دفعنا طلبات ديال الادماج، دفعنا ورقيه ديال الشيوخ والمقاديم، دفعنا الشهود، دفعناهم من قسم التعمير، يعني جاء من بعد المجلس الحالي وحايد الاسماء ديالنا وحط اسماء ناس جداد. هاد الاسماء يعني كما نقولوا قبليا وسياسيا ما عندهم حتى علاقه بالبقع الكائنه، راهم الناس ملي كنمشيو نهضروا معاهم كيقول لك ما عارفينش هاد البقع حتى فين جايين، يعني هاد البقع ما عارفينهمش حتى فين جايين، واش دو فاصاد واش فاصاد واش انفاص السكه الحديديه، واش جايين في طريق، واش تحت خيط كهربائي، واش ما عارفينش. يعني كما نقولوا كنلتمسوا من السلطات الاقليميه ووزاره الداخليه انها تستجب لهذه الشكايات ديال المواطنين والشكايات ديال الاعضاء بشكل ايجابي، لان احنا رحنا قمنا بطعون وقمنا بشكايات وبتعرضات ورسلنا مجموعه من الجهات يعني حول هذه البقع، يعني البقع اللي كاينين. كما نقولوا كان احنا رحنا نضع واحد السؤال علامه استفهام،
يعني كيفاش هاد البقع اللي جاو حتى الحالة الطوارئ وبغاو يتعطاو، يعني في واحد الفترة اللي كاين واحد الظل ديال جائحة وتعطاو بواحد تسلبوا الأشخاص ديالهم، يعني هاد البقع راه ماشي هما مستغلينها، كاين البعض مستغلين هاد البقع ولكن البعض اللي الناس اللي بزاف ماشي مستغلين هاد البقع، لا علاقة لهم بهاد البقع. حنا ماشي ضد الناس تستافد، حنا كنقولوها وكنكرروها، حنا ماشي ضد الناس تستافد، حنا بغينا المواطنين تستافد كلها، حنا ما عندناش إشكال يستافد أي شخص منين ما بغى يكون أي صنف أي انتماء، ولكن قلنا بالطريقة القانونية اللي تكون حتى فيها تكافؤ الفرص. المجموعة نتاع الساكنة ديال عين بني مطهر كاملة، ما يمكنش أنت غادي تجي لواحد الحي اللي هو كيفتقر لمجموعة من الأشياء، ما فيه لا ملعب ولا منتزه ولا مسجد ولا ما في حتى حاجه، وتجي وانت وكتبقى تعوض به واحد اللي معطيه له في زنقه، واحد اللي معطيه له في الباب ديال شخص، واحد اللي معطيه له كما نقولوا بقعه اللي فيها ثلاثه ديال اشخاص متصارعين، واحد اللي داير كاع انتوراج، واحد اللي داير واحد الاساس، يعني هذا الشيء راه فيه مشاكل. احنا كنطلبوا من السيد عام الاقليم انه يفرز واحد اللجنه وتجي تدرس هذا الطول، لان هذا المشكل ديال البقعه، هاد التفويتات ديال البقعه راه غير قانونيه، تعطى بقانون، يعني كتعطى بقانون وكتعطى بمعيار وكتعطى طابلو وكتقول له سير دير البرو صافي راك مستافد، تسبب له صراع مع شخص اخر. حنا كنهضروا الساكنه ديال عند المطار كامله، وحنا ماشي ضد الناس، حنا اللي كان كيستغلوا البقع وما عندهمش تعرضات، حنا ماشي ضدهم يتعطاو لهم الرخص، الا تعطاو لهم الرخص حنا ما عندناش اشكال معاهم، حنا رحنا على البقع اللي فيهم صراعات وفيهم مشاكل. يعني كما نقولوا حتى في كلش التحملات راه كاين درجو، راه كاين درجو ما بين البنايات القائمه والبقعه الفارغه، يعني دمجوهم بجوج. وحنا رحنا كنطلبوا من السيد وزير الداخليه وكنطلبوا من السيد رئيس المجلس الاعلى للحسابات انه يدير شي لجنه ويجي يشوف هذه الطريقه ديال التفويت، راه واحد الطريقه غير قانونيه، راح الطعون ما ندرسوش نهائيا، دراسه الطعون ما كاينش، اللجنه ديال التعمير ما كايناش، غائبه الطريقه ديال التصويت، راه كيف ما قلنا حي بدر صوتوا 6 بنعم واثنان صوتوا بضد، يعني جماعه حضاريه اللي كيتكون منها 27 عضو صوتوا 6 ديال الناس واثنان ضد، راه يعني كما نقولوا حتى المقرر كيكون ضعيف، راه الدوره الاستثنائيه اللي كانت غادي تدار الاولى راه ما كملش لعدم النصاب، والدوره الثانيه راه حنا كما قلنا راهم انسحبوا 5 ديال الناس احتجاجا على هذه الخروقات، فيما كاينين واحد جوج اعضاء اللي راهم كيواكبوا معنا الحدث وكيعطيونا معلومات، وتقدموا بالسيد العامل بالتقرير وبشكايات، وغادي يتقدموا للمحكمه الاداريه، وغادي يتقدموا بشكايه لوزير الداخليه حول هذه البقعه، يعني العضو ديال الحي كيقول لك اودي انا ما حضرش لهذا الشيء، يعني كيقول لك اودي الرئيس راني قلتها له، والاخوه اللي مكلفين تما الاعضاء والنوابه ليهم ودي راه ما يمكنش هذا الشيء، راه هذا الشيء غادي يسببوا صراعات في الحي، يعني الناس ديال الجماعه كيقول لك اودي سير طعن، يعني هذا هو كيقول لك سير طعن في المحكمه، حنا نعطيو لهاد الناس، حنا جبنا لهاد الناس حتى واحد ما غادي يحيد هاد الناس، راهم من بينهم واحد الشخص اللي كاين في البقعه ديالي كيقول لك انا شارع المكتب التقني، شارع لا اللي في المكتب التقني، يعني هناك ما كتعرفش الناس كيفاش تسافر، كيقول لك اخويا ما علمتهاش، وراه الاب دياله الجار ديالي كيقول لي انا كنشهد باللي الابن ديالي ماشي كان يستغل ديك البقعه وما عنده حتى علاقه بهذيك البقعه، يعني راه الاب دياله. ولكن حنا كنطلبوا من الجماعه الحضاريه ومن السيد عامل اقليم جراده انه يشوفوا يديروا لنا واحد الدراسه ديال الطعون، كما قال السيد الباشا في الدوره الاستثنائيه دعا الى لجنه من مختلف المصالح انها تدرس الطعون وتدرس الشكايات وتفوت هذه البقعه بالطريقه القانونيه. حنا رحنا ماشي ضد الاستفاده، حنا رحنا مع جميع المواطنين تستافد، حنا ما ضد حتى واحد، حنا رحنا غير كنقولوا البقع اللي فيهم تعرضات وفيهم شكايات رحنا كنقولوا غادي يوقعوا فيهم مشاكل، يعني الانسان راه كاين واحد، على سبيل المثال كانت واحد البقعه ديال واحد السيد، كان شخص اخر اللي شاري في جهه اخرى وجا المجلس البلدي عطاه فوق البقعه ديال داك السيد وتعطات له الرخصه وتابروفات الرخصه، والسيد كان قاد في الوكاله الحضاريه، ولكن منين جايبني تعرض له الشخص الاخر ودخلوا في صراع في المحكمه، ومن بعد المحكمه حكمت السيد برفض الطلب وعدم الاختصاص، يعني كترجعها للمجلس البلدي. يعني احنا ما بغيناش، علاش الانسان كيدير اعضاء وكيدير رئيس وكيدير مجلس بلدي؟ علاش؟ لان باش هما يمثلوا، راه العمل في الجماعه عمل تطوعي، راه العمل في الجماعه ماشي هو تجي تعطي للزوجه ديالك بقعه، وماشي هو تجي تعطي لابن عمك بقعه، وماشي هو تجي تعطي للاخ ديالك بقعه، راه العمل في الجماعه وهو واحد العمل تطوعي،
هادو راهم اخوانك وهادو راهم ولاد البلاد، علاش انت غادي دير فيهم هاد المشكل هذا؟ علاش غادي تسبب لهم صراعات فيما بينهم؟ يعني من الاحسن على انك تجي ودير لجنه من عضو الحي، من السلطه المحليه، من مكتب التعمير والرئيس وواحد الاعضاء ديال الاغلبيه، وتجي وتشرفوا على هذه البقع. يعني فعود ما تعلق انت لائحه كبحث علني، دير اخويا بحث ميداني، خرج بالسياره ديالك، يا كاين العربه خرج بالسياره ديالك وخرج للمنطقه وشوف الاحياء وشوف البقع، لان راه ما كان راه جل الاعضاء ديال المجلس راهم والله ما عارفين براسهم، ما عارفينش البقع فين كاين. سيرتو الحي نتاع ولاد الغازي وحيبا، اما الزياني فهذاك حي اللي كان تدخل عليه السيد الباشا، انه الجنوب ديالها راه باقي سلالي، يعني هذاك حي اللي كان تمت فيه هذه الاستفاده، ولكن هو باقي تابع للملك السلالي. يعني كما كنقولوا التطاول على ملك الغير. يعني واحد الحي انت اللي عارف واحد الجهه، ما واش المجلس البلدي ما عارفش حتى الحدود بينه وبين الجماعه القرويه نتاع بني مطهر، او اللي كينتميو ليها النواب اراضي الجموع وديال الجماعه الحضاريه. يعني دار واحد التعويضات ودار واحد المصادقه على واحد البقعه اللي هي باقيه تابعه للملك السلالي. انا حي بدر راه كاينين الاخوه اللي تحيدوا، احنا كنقولوها للسيد الرئيس، احنا رحنا والله الا راه بدايه، احنا راه هذا المشكل راه وقع لنا مع المجلس البلدي السابق، ورحنا فرحنا بهذا المجلس البلدي الحالي، وكان يقول السيد الرئيس انا ما نضيع حتى واحد، وكان يقول كل شيء غادي تكون الاستفاده، ولكن ها هو في الاخر ديال الولايه، لان الاعضاء الولايه سالات منين كتمشي العضو نائب في الاغلبيه كيقول لك اخويا انا ما كنحكمش، كيقول لك انا ما عندي، ماشي انا غير عندي غير النيابه راه غير جزء من التسيير، ماشي انا اللي كنسير، كيقول لك اودي راه الرئيس هو الرئيس التسلسلي للموظفين، والرئيس هو اللي كيقد هذا الشيء. منين كتمشي في المكتب التقني كيقول لك اخويا انا الرئيس الا قال لي حيد هذا نحيد هذا، قال لي خلي هذا خلي هذا. يعني احنا كنطلبوا من السلطات الاقليميه والجهويه التدخل باش تشوف لنا الحل لهذ البقعه الفارغه. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون واحد الاستجابه، لان احنا راه هذا غادي يكون سؤال كتابي في البرلمان. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون واحد الالتفاته لنا، وتكون دراسه الطعون من جديد، ويكون هذا المقرر يترفض من السيد عامل اقليم جراده. ونتمنى ان شاء الله الخير والاستفاده للساكنه كامله بطريقه ديال اعلان وسمسره ودفتر تحملات كيشمل البقعه الفارغه ماشي البقعه الفارغه والبنايات القائمه. وشكرا.